نحاول نعمله ان هي شروط العمل نفسها اعتقد ان يعني الوقت بتحصل فيها انت حكيت عن نسبه جدا ممكن اللي عليه السلام اشارته حوالين طريقه التعامل مع التيارات العماليه المختلفه خلال الفتره اللي فاتت مع استمرار بقى تضخم لفتره مش قصيره هيقعد معانا ومع يعني ارتفاع محتمل في العمله في الفتره المقبله فاعتقد انه ده هيمس ظهور حقيقي العمال بشكل اكثر عنفا وهينعكس كله حتى على العرب والشرطه الاقتصادي بشكل او باخر. يعني هذا انا اسمح لي اقول انه يعني انه الطبقه العامله من القرارات العماليه هي معنيه بكل معنى المناقشه اللي هو الموضوع تجاوز ان احنا نقعد نقول انه الوضع قاسي وان في ناس صح وان في عمال طبعا الاستاذ محمد جاب تعرض للاوضاع الاقتصاديه والتيار الاقتصادي اللي هو للاسف الشديد ان مصر حتى الان ليس لديها رؤيه اقتصاديه سليمه، ليس لديها رؤيه اقتصاديه سليمه واللي بيدفع الثمن لهذا الفشل الاقتصادي هم العمال. العمال هم اللي بيدفعوا ثمن هذا الفشل الاقتصادي من هم اللي بيدفعوا الضرائب على دورهم، ايضا هم اللي بيفرضوا من الحقوق، ايضا لما تم تعويض الجنيه وحدث التضخم العمال ايضا هم اللي بيدفعوا ثمن هذا الفشل الاقتصادي. اليومين اللي فاتوا دول ربنا كرمنا بشركه في السير اسمها شركه فاو صناعه سيارات قالت انا هديكوا عربيات. طب احنا ما عندناش بنك يمول، انا همول بنك صيني، انا همول الشركه دي. بكام في المية؟ 3%. بس انا عايز حد يضمن، مين يضمن؟ الشركه اللي هي الام فايده. فايده. فايده اللي هي 3%، بس انا مين يضمن؟ ما انا عايز حد يضمن، مين يضمن؟ احنا تبع الشركه شركه النيل البحري الشركه القاطعه. شركة النيل البري والبحري دي الشركة الخاصة بتاعتنا هي اللي هي تبعنا احنا تبعنا. احنا ما لناش دعوة بيها بس هم دخلونا فيها كده على سن هي ايه ماسكة النقل البري والبحري عامة شرق دلتا وغرب دلتا ودخلونا في الموضوع. طب يا شركة اضمنينا؟ قالوا لا ما اضمنتوش اضمنكم ليه؟ طب الشركة الصينية ديت قالت اضمنكم إذا كان اللي منكم مش هيضمنوه يبقى احنا اضمنكم. الفترة الأخرانية ديت طبعا احنا فضلنا نتكلم ونقول عايزين نشتغل عايزين نشتغل لأن الشغل أولا مكسب منه. أنا أما بشتغل باخد ساعات تحفيز، باخد حوافز، باخد أرباح، باخد الشغل بالنسبة ليا كويس. طيب نشتغل وقفنا كذا مرة قالوا خلاص الشركة القابضة هتشغلكم.